اهلا وسهلا فيكم في هذه الدوره، معكم رامي الحج حسين. انا راح اكون مدربكم في هذه الدوره، راح اعلمكم كيف تسوي جزيره على برنامج اريان انجي 5. في هذه الدوره راح امشي معكم خطوه بخطوه كيف تسوي الجزيره. راح اعلمكم الادوات الرئيسيه في البرنامج كيف نستخدمها حتى ننشئ هاي الجزيره، ننشئ الهضاب وننشئ كمان المحيط حواليها. راح نستخدم البلجن الووتر بلجن في هذه الدوره. راح نتعلم كمان كيف نتحكم في المواد ونحركها ونحطها في الاماكن تطلع الحلقه تبعيتنا بشكل رائع جدا. ايضا راح نتعلم كيف نستخدم خاصيه النانايت اللي هي الخاصيه الخاصه ببرنامج انريل انجن 5، ونستخدم الماتيريال تبعت الكويكسل اللي هي الماتيريال اللي قامت بشرائها شركه ايبك لبرنامج انريل انجن 5. في هاي الدورة راح امشي معكم خطوة بخطوة حتى النهاية. الدورة مجانية 100%، راح انزل الفيديوهات بالتدريج حتى تعلموا معنا كلياتكم. اتمنى تعجبكم هاي الدورة، في امان الله اشوفكم في الدورة.